في زمان الجلية اتربى في الكرنة بالحباب ومحزن طوال وخدم حتى جمع الفلوس وشرا حنجيرة كيف رادها حمدوشية دار في رجلو بالغار مطلعها وقميص وسروال وعمل رزام تبرجا لوها بالصنعة دار ليها شاشية تما ربى الحياة مشي عصافور وعمل عباد وزوجني زوجيني بنات الحضور حضر عصرية انتي شوفيني يا زين وانا نصاب الماس وندم عشاي زاد يوم روح صابغ الجاد قامت يماه وطلبت الحوايج التحليقة تم جابت سبنية اكداك الجلابة لونها خابوري بدبات خرجت ومشات الضوء على الخطبة دارت البلاد كلها في صحية دخلات الدار لسانها الطب مقدر على البلد صابت في الدار مرا بحالها بهلا وقديمة ولابسة منصورية والراجل في الركنة متايحي بالرزة والشال قالت مولاة الدار ما بغيتي قالت ليها سمعتك عندك صبية وانا عندي ولدي ضريب وبغى زوج الحلال قالت يما البنت خبريني بقبيلتكم والسمية وكنية والحومة باش نتو باش نعرف ناسي في الحال قالت يما الولد ما عرفتيني شي من غير الشك انا عربية سقصي عني في درب واندوب واسمي ما يجهل انا طامون مقدمة سيدي ميمون قبيلتي ضيحة شرعية طبيبة وشوافة وقابلة عند صحاب الحال ولدي هو حوان سول عليه الكزارة جميعا من غير خفية والقوة دار جميعهم ناس القرنة بفضل سول ناس الحمى كلهم يشهدوا بخريشفة شهادة جرية حمان الخربيطين قاعد عرفوا نساء ورجال سادت يمان الولد قالت ليها حتى انتو ما منين وفاض قوية والعروسة بعدا منين هي طول الحال قالت يمان البنت ما عرفتي انا خيتي طهور كنت الشاوية وفا هو الزوق راه بالزوقي يا دلال وبان البنشير كان منسوب الدرقاوة وكان داير شاشية سبيح وباطوري وكان يكنى عمي غوفات واليوم كبر وعيا وشاف وبقى في الركنة كايزيم صبحا وعشية وودنا هاد البنت كيف تقدر عمل متحالة كانت اسمها كتوم منين زادت كبرت سميتها لهيفة تورية وقرات النحو على الكمال بالاداب وتفصال زادت يمان الولد بعد ما صحصات وسولت يا طهور الشاوية اش طلبتي بصداقها
بديه بلاط عطالب قالت سيروا بعدا لعمها هو يعرف ما يدير في القضية قالت ماما طمو وين يكون بلا تنهل قالت في باب فتح راه كانت عنده حانوت صايلات البنية واليوم فكروا واشير بن عاشور الغزال ساروا عنده بالليل بالمشيخة ونعم ليهم عاد كملت العطية وشرت قفطان خضر صبوحي ومية ريال وتفحم ما تصدقهم وشرط عنهم العرس في زمان الصيفية قبل ومشاو بجوج كل واحد شمر واحتال وجد حمان جميع ما يخصو وشرب قرا من الزريبه نوحية وعرض في الحين على خمال جا جاوع الكمال أمو كانت هي قريبة من سوبا وحالك الشباب ضغوطية ومشى وضرب سكرة جا معربط خارج الحوال شاف بعينه يماه كانت حضر مع الفخرة حس باب الكرزية تمه زحاله وزاد الصف وصال وجات شاف بعينه يماه كانت حضر مع الفخرة حس ما بالكرزية تمه زحاله وزاد الصف وصال وجال وجبد شاقور وبرشو وبدا يضرب راسو ضم فاز بالمزية وبقى حتى عند ما وطاح وفنا قلبه الحال الزول مقدم شم فيه السكرة ودوا وقال ليلة صغبية ما ضلينا هادي ولي سخطرت لينا في البال مشات امو والناس للعروسة جابوها من دارهم كنترية وبنات المدرسة على العروسة ينشدوا بالشال مهما دخلت للدار والبنات معاها خطبوا جميع الفات قوية ولبس حمان حوايجو مع ربط باقي سكران ودخل على العروسة لبيتها كيف كدار بالشيات عالم خفية بالحياة والرزاق مخبلة وجهو زاد الحال زاد الأفراش وطاح كالجمل وتمخت قدامها بحالة سوية بايت يشخر ويزيد كل وحش الليل وما طال ومناين فاقت في الصباح ولقات وبايل في الفراش وبقات بهي وبقات تعيط بالشرع غيتونا يا رجال تم تجمعوا جيرانهم ومشى الخبار لدارهم جاوا بالحمية سدوا عن حماني البيت معربط باقي غلغال خرجت بوحدها للشرح دارت عنو دعوة من الضمى جنائية وحضر حمان وقر بين سكران راشق مازال وحكم على نفسه بطلق قام وطلق طلقان بينا الشرعية وعلى السكراش جنوه تم جمراين عليكم ألم هادي حالة الخمر كتخلي مولاه بينا بعبر حكا وش فيا أين من هو سكران ما يفرق حرام الحلال ما كان عرف حمان في زماني ولا يمه لا عروسة عصرية هادي إلا فرجع عمتها تعجب العقل اسمي محمد في النظام العيساوي الفلوس بالضغط غير كنية طالب ربي والسر والستر والرحمة والماء سمعوا بالصوت جايب
يا حسن وخد عصريه.